ازاي نعرف لو علاقتنا بالاكل علاقة سلبية او علاقة كويسة؟ في حاجات للأسف ناس كتير قوي بتعملها وبتفتكر انه هي كده علاقتها بالاكل كويس. اوكي، انا اول حاجة هتكلم على الحاجات او العادات اللي بتوري انه علاقتنا بالاكل مش كويسة. لو احنا عندنا هوس بالسعرات الحرارية او بنعد كل سعرة حرارية بناكلها، ده اول حاجة تبين ان احنا علاقتنا بالاكل مش كويسة. لو انا بمنع فود جروبس او عناصر غذائية معينة او اساسية حتى من الاكل بتاعي، خصوصا النشويات والدهون والبروتين، وانا كده بفتكر ان انا كده باكل اكل صحي، دي تاني علامة انه علاقتي بالاكل مش كويسة. لو انا مش فلكسبل، يعني مش مرنة حوالين الاكل، بمعنى ايه؟ لو انا عندي رولز كتيرة قوي، يعني مثلا انا ما باكلش غير مشوي، ما باكلش غير مسلوق، ما باكلش غير حاجات قليلة الدهون قوي، ما باكلش غير انواع خضار معينة، وما باكلش حلويات. فلو انا اتحطيت في مكان ما فيش كل الحاجات دي، ممكن ما اكلش، يبقى انا كده مش مرنة. يبقى بالطريقة دي انا علاقتي بالاكل مش كويسة. وحاجة كمان، لو انا عندي خوف من ان انا ازيد في الوزن بطريقة يعني كبيرة قوي، او بطريقة obsessive شوية، او ان انا يبقى اروح اوزن نفسي كتير كذا مرة في اليوم، كذا مرة في الاسبوع، ان انا دايما على دايت، او دايما بحاول ان انا انزل من الوزن بتاعي، فبالطريقة دي علاقتي بالاكل هتكون مش كويسة. كمان عادة الأشخاص اللي علاقتهم بالأكل مش كويسة، علاقتهم بصورة الجسد بتاعتهم أو البودي إيمج بتاعتهم كمان بتكون مش كويسة. سو كل دي علامات تبين لي أن علاقتي بالأكل مش كويسة. أوكي، دلوقتي خلينا نشوف لو حد علاقته بالأكل كويسة يعني إيه، أو إيه العادات اللي هو بيعملها. عشان علاقتي في الأكل تكون كويسة، لازم أكون بتبع حاجة اسمها الأكل بطريقة طبيعية أو intuitive eating. يعني إيه؟ يعني أنا باكل وأنا جعانة وبوقف وأنا شبعانة. أوقات كتيرة قوي حاكل عشان أنا متضايقة، أو إن أنا زهقانة، أو إن أنا حتى الأكل طعمه حلو، ولكن مش حاكل لدرجة تخليني مش قادرة إن أنا أتنفس، أو لدرجة تكون مش مريحة بالنسبة للشبع. ما عنديش مشكلة في أنواع الأكل اللي أنا باكلها، يعني باكل من كل حاجة، أو عندي فرايتي، أو عندي تنويع في كميات وأنواع الأكل اللي أنا باكلها. لما بكون حاسة أن أنا مثلا محتاجة أكل، مش بخاف أن أنا أزود كمية في الأكل، ما بحسش بالذنب لما باكل، ما عنديش obsession أو ما عنديش هوس بأن أنا أخسس. علاقتي كمان، أنا زي ما قلنا أن احنا يبقى فيه flexibility، أو أن أنا أبقى مرنة. لو أنا بفضل أنواع معينة من الأكل، بس أنا اتحطيت في حتة ما فيهاش الأنواع دي وأنا جعانة، فهاكل عادي، مش هحس أن الدنيا باظت.